اعتصم حملة الشهادات العليا للمطالبة بحقهم في التعيين والتوظيف في ظل إهمال حكومي لهذه الشريحة. فنشاهد. دكتور قصي وزير الكهرباء 31,000 عقد الكهرباء كلها ما شخص القلم ثبتهم عاف الكهرباء كلها لحد الان مشكله الكهرباء بس مشكله العقود انحلت. وزير التعليم العالي اهم مشكله عندك بالتعليم العالي احنا مو تغير رؤساء جامعه شو استهبال في غيرت رؤساء جامعه منو جاي مجلس الجامعات رؤساء الجامعه بالقران 60 الى 70% بالجامعات العراقيه جاي تمشي من المحاضرين من دول الخريجين ما متعينين صحيح. قراراتك طلعت من 20/4 وحق العزير ما مطابقينه رؤساء الجامعات لحد الان الصباح والمساء نفس الشيء وين فصل الكادر؟ احنا جايين نقول لك نحمل رساله قلت ما عندي ماكو ما انت ما تقدر تطلب للعميد يقول لك ما عندي حاط له 1000 ثغره قانونيه لا نقدر نشتكي بمحكمه داريه لا بمحكمه اتحاديه وزير التعليم العالي ارجع واقول لك جاي اخاطبك انت دكتور وانا حامل شهاده عليا اذا تحترم شهايدنا تروح تقول له اكو مشكله كبيره بالبلد لعادل عبد المهدي اللي هم ذولا معطلين احنا مو هواي 7000 8000 الحلوه البينة مو اختصاص واحد كل الوزارات تاخذنا عندنا انسانيين عندنا حاسبات كل شيء عندنا يعني انت تقدر بشخطه واحده تحلها انا جاي اطرح مشكله مو تطرح تجاوبني بمشكله تجاوبني بحل انت مسؤول وانا مواطن تقول لي الحل هذا عندك حلول احنا يجوز ما عندنا مشكله